إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيف يتم علاج الالتهابات المهبلية عند الفتيات الصغار. يتم العلاج من خلال المضادات الحيوية، أما تكون شرب الفم أو حبوب صغيرة جدا تناسب سن الطفلة، أو من خلال استعمال مراهم وكريمات على مكان الالتهاب في المهبل عند الطفلة الصغيرة، إلى جانب أيضا النظافة الشخصية. ومن المهم جدا استشارة الطبيب في اختيار المضادات الحيوية والمراهم التي تساعد في العلاج الالتهابات المهبلية عند الطفلة الصغيرة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، نشوفكم في درس قادم إن شاء الله.